أول العروض في القرية التراثية وهو عرض الخيل. خلينا نشوف مع بعض عرض الخيل في القرية التراثية. تاني العروض زي ما احنا شايفين، ده عرض بيحكي عن الغزوات اللي كانت بتحصل زمان ما بين القبائل او ما بين البلاد في كازاخستان، وده عرض او قصة بسيطة عن ازاي كانت الحروب ما بينهم وما بين بعض. والجميل هنا ان تحس ان هي انت بتتفرج مثلا على فيلم او مسرحية كاملة، فبصراحة الاجواء جميلة جدا، تحس ان انت بتشوف فيلم في الطبيعة او حاجة حقيقية. وكمان زي ما انتوا شايفين بيعملوا كمان معاها موسيقى، تحس ان الموضوع بجد، يعني تحس ان انت بتشوف فيلم حقيقي. هنا زي ما انتم شايفين اللبس الكازاخستاني الجميل، وبصراحة شكله مميز جدا، التجربة بجد يعني ممتازة، يعني تحس ان انت في اجواء بجد الايام زمان بتاعت كازاخستان. Thank you.